أنا بسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة. أنا بسعادة السيد هشام بن محمد الجودر، وزير شؤون الشباب والرياضة، رئيس اللجنة المنظمة العليا لافتتاح منافسات دور خالد بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة وللفتيات الخامس لكرة قدم الصالة خالد خمسة. وقد أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن انطلاقة الدوري يؤكد النهج الواضح لدعم الشباب في مختلف المجالات، وعلى تسخير إمكانيات وقدرات الكوادر البحرينية لدعم القطاع الشبابي في المجال الرياضي، مؤكدا سموه أن هذه المبادرة لرياضة أو الرياضية والإنسانية ستحظى بالدعم الكامل لاستمرارها. ونوه سموه بالدور الكبير الذي يلعبه الدوري في إثراء الحركة الرياضية، خاصة مع المشاركة الواسعة التي سجلتها منافسات هذا العام، منوها سموه إلى أن حجم الإقبال الكبير على المشاركة يبعث على الفخر والاعتزاز. وأكد سموه أن الدوري بات رافدا أساسيا لدعم المنتخبات والأندية في لعبة كرة الصالات. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالدور الكبير لوزارة شؤون الشباب والرياضة بقيادة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر، مؤكدا أن الوزارة شريك في نجاح الدوري. كما أشاد سموه بجهود الكوادر التنظيمية التي تسعى لإنجاح المنافسات عبر تهيئة الأجواء المثالية لذلك.